هذا وبارك سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة اتفاقية إعلانات إعانة الأندية الوطنية التي وقعت بين وزارة شؤون الشباب والرياضة وصندوق العمل تمكين، مؤكدا سموه أن الاتفاقية ستسهم في تطوير العمل الإداري في الأندية الوطنية وتعزز من الشفافية في الإعانات المالية ورفع التنافسية بين جميع الأندية الوطنية. ووقع الاتفاقية من جانب وزارة شؤون الشباب والرياضة سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة، ومن جانب صندوق العمل تمكين دكتور إبراهيم محمد جناحي الرئيس التنفيذي. تهدف الاتفاقية إلى الاستفادة من تجربة تمكين في أتمة عملياتها من خلال إطلاق نظام إلكتروني متكامل لدعم المؤسسات وتطبيق هذه التجربة على الأندية الوطنية بهدف تعزيز الشفافية من خلال عرض مبالغ الدعم وإعادة هيكلة نظام تقنين الأندية الرياضية ورفع مستوى التنافسية بين الأندية، إضافة إلى رفع مستوى الالتزام باللوائح والقوانين ورفع مستوى الرقابة على الأندية الوطنية وتكوين منتخبات رياضية تنافسية. الاتفاقية التي وقعت اليوم هي اتفاقية استراتيجية ثمرة تعاون ما بين تمكين وما بين وزارة شؤون الشباب والرياضة. هذه الاتفاقية تأتي من ضمن يعني شراكاتنا المستمرة مع الوزارة، فاشتغلنا على العديد من المشاريع معاهم، وما هي إلا مثل ما يقولون ترجمة أو استمرارية حق هذه الشراكة. المشروع اللي تم التوقيع عليه اليوم راح يوفر تجربة أفضل للأندية الرياضية للاستفادة من خلينا نقول المنح اللي تقدمها الوزارة، أتمتت العمليات والاستفادة من الخبرات اللي قمنا فيها في تمكين لدعم المؤسسات والأفراد. هذه التجربة راح نطبقها إن شاء الله بالتعاون مع الوزارة على الأندية الرياضية، وهذه اللي راح يصب أيضا في الارتقاء في الشارع الرياضي في مملكة البحرين.